تأسست مدرستنا على يد الباترياريك لويس ساكو، ومدرسة مشيت فت سنتين، كان أكو مديرة موجودة، وبال ما صار تهجير جيت أنا ب 2014، والمدرسة يعني من البداية إلى هسه تصير بطريقة متميزة. كل الطوائف نحن موجودة عندنا، كل الأطياف الموجودة في العراق، من تركمان، من عرب، من أكراد، من مسيحيين بأشكال متنوعات، فأي طالب يجي يدق بابنا نحن كل مقبولين في مدرستنا. المدرسة كذلك بالنسبة للكادر التعليمي، يعني نحن قلة مسيحيات، تمام، يمكن اسم المدرسة هي مسيحية، بس الكادر مالتنا الأسلام والأطياف الأخرى هي أكثر من المسيحيين الموجودين في المدرسة. المدرسة طابعها هو التربوي بالدرجة الأساسية، غايتنا هو العيش المشترك في البلد اللي يعني تتقاذف الأمواج الطائفية. فنحن هو كأتصور هي هاي فكرة المؤسس من المدرسة. الدروس التي ندرسها بالمدرسة هي نفس الدروس العربية في كل المدارس، زائداً الحاسوب والإنجليزية واللغة السريانية من الأول إلى السادس. يعني بس هذا هو الامتياز الموجود عندنا بالمدرسة. أكيد التعليم أكو تعليم ديني إسلامي وتعليم مسيحي داخل المدرسة، فالصف ينقسم بالدرس التعليم المسيحي إلى قسمين، الإسلام لأنهم الأكثرية يظلون بالصف، وعندنا صف صغير للطلاب المسيحيين، هو بنفس الوقت هو صف السرياني.